بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نتحدث عن موضوع إغلاق الحشد الشعبي لما يسميه أو ما سماه الإعلام نقلاً وطبقاً لتسميته هو المقرات الفضائية والمعسكرات الفضائية، المقرات الفضائية الوهمية التي تتستر تحت لافتة الحشد الشعبي. الذي يقوله: لماذا هذا الإجراء تأخر هذه الفترة الطويلة؟ لماذا هذا الإجراء جاء في هذه الظروف بالذات؟ هل الوهمية والفضائية أصبحت لاحقة فيما بعد؟ يعني أليست هي حقيقة واقعية ارتبطت بهذه المقرات منذ زمن؟ فلماذا هذا الإجراء أو لماذا هذا التأخر في هذا الإجراء إذا كنا صادقين مع أنفسنا؟ هذا واحد. الشيء الثاني، أنتم بهذا الإجراء أثبتتم تواطؤكم أو موافقتكم لمثل هذه الظاهرة أو تساهلكم مع هذه الظاهرة لأن إجراءكم جاء متأخرا. فلماذا هذا السكوت؟ لماذا هذه التغطية على هذه المقرات الفضائية التي تقولون إنها تزعج الناس وإنها غير رسمية وإنها خارجة عن نطاق قانون الحشد؟ وثانيا أسأل، أنتم تقولون أمن الحشد الشعبي، يعني معناها إذا الحشد الشعبي عنده أمن وعنده منظمة أمنية وعنده أجهزة أمنية، أريد أقول هل هناك أجهزة أمنية عند الجيش، أجهزة أمنية مثلا عند وزارة الداخلية؟ أجهزة، أنتم تقولون عندنا أجهزة أمنية، يعني معناها أنتم عندكم منظمة أمن ومنفصلة احتمال كبير عن الدولة. لماذا تقولون أمن الحشد الشعبي؟ إذن أنتم مؤسسة قائمة بذاتها وبعيدة عن الدولة وبعيدة عن احترام الدستور. أمن الحشد الشعبي، شنو الحشد الشعبي؟ مو هو قوة عسكرية خاضعة للدولة وخاضعة لرئاسة الجمهورية وخاضعة للقائد العام للقوات المسلحة؟ هذا الفرع الأمني منين جبتوه؟ الدولة تدري بي تعرفه؟ هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، ليش هو بس هؤلاء اللي انتم تسموهم فضائيين هم دا يحرجون الشارع العراقي؟ انا اقول لكم روحوا الى شارع الزيتون. شارع الزيتون ايضا بمسؤولين كبار، منهم بالدولة ومنهم خارج الدولة، ومنهم قصر اياد علاوي. قصر اياد علاوي هناك ايضا محاط بالحماية وبالقواطع وبالامن السري والعلني. فلماذا لا تعملوا على ازالة او تعزيل او تعطيل او رفع هذه العوائق الكبيرة، مثل هذا العائق الذي لا يقل خطرا ولا يقل إزعاجا للناس من هذه الفصائل الشبحية كما تقولون؟ لماذا؟ هل فقط هذه المقرات؟ أنتوا تقولون نحن مسؤولون، وتقولون نحن لحماية العراق، وتقولون نحن لحماية الشارع العراقي. إذا كان هكذا فليس فقط هذه المقرات الوهمية التي تقولون إنها وهمية ويجب إزالتها، هذه مو مقرات وهمية، هذه مقرات واقعية اللي أنا أقول لكم بها وتمارس دورا إزعاجيا للناس. فينبغي أن يكون موقفكم واحدا، سواء كان هذه المقرات هي مقرات وزراء، لأن أنتم مسؤولين، أنتم تقولون أمن، أمن الحشد الشعبي. فأمن الحشد الشعبي مو مسؤول فقط عن تخليص الناس من هذه الإزعاجات اللي هي باسم الحشد الشعبي، وإنما بأي اسم آخر أيضا أنتم مسؤولون عن ذلك. لماذا تسكتون عنهم؟ لماذا هذا التأخر في الموقف؟ لماذا هذه الاعتقالات؟ لماذا لا تخرجون هؤلاء الناس الوهميين إلى العلن ليعترفوا بأنهم هم وهميون حتى الناس تصدق حقيقة هناك كلام في الشارع أنه صراع مصالح وليس صراع من أجل العراق؟ وشكرا جزيلا.